الوتر الخامس من أوتار الجيتار. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنفصص الوتر الخامس من أوتار الجيتار على التلات دساتين الأولانيين من الجيتار بتاعي. قبل ما نتكلم عن أوتار الجيتار في المجموعة بتاعتنا، أحب نراجع مع بعض مجموعة الأزمنة بتاعة النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها. أول زمن عندنا النوتة الكاملة. النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف، هي أربع عدات، يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات، نصها هاف نوت، يعني هيبقى زمنها اتنين بس. فأنا بعزف النوتة وعد اتنين، واحد اتنين، واعزف النوتة اللي بعدها. طب نص الهاف ايه؟ هيبقى كورتر، اللي هي العدة الواحدة، اللي هو احنا غالبا بنلاقيه على المترونوم، بيقولك المترونوم ده 60 عدة في الدقيقة. 60 عدة من انهي نوع؟ من النوع رقم ربع النوتة، ده اللي هو 4 ده. عشان كده انت هتلاقي دايما التايم سيجنتشر اللي هو بيبقى موجود في اول المزورة 4 على 4، يعني 4 من ربع النوت، 4 من ربع النوتة الكاملة دي، 4 من الواحدة عدة الواحدة، 4 عدات في المزورة الواحدة، 4 على 4، 6 على 4، 5 على 4، 7 على 4، على حسب لو انت هتعد بالعدة الواحدة اللي هي كورتر نوت. دي عبارة عن عدة واحدة، يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى 4 عدات، 2 3 4، هاف نوت 2، ودلوقتي العدة بتاعتنا 1 1 1 1، فكل مرة اعزف النوتة ديت اعد العدة ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمة بتاعت الدايرة ديت بس السودة وفيها عصاية. في زمن تاني بعد الواحد ده، بعد اللي هي اسف بعد اللي هي كورتر نوت، احنا قلنا الهول نوت 4، الهاف نوت 2، الكورتر 1، في واحدة كمان التمن بقى، يعني ربع النوتة يتقسم 2 التمن، يعني بدل ما اقول 1 انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه اعرف اقسمها 2، تبقى 1 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4، خلي بالك كل واحدة 1 في نوتين في العدة الواحدة. لو انت بتقرأ كتاب انجليزي، الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سيمي بريف. تاني حق نوتة اللي هي هتبقى الدايرة فاضية برضو بس فيها عصاية سواء فوق او تحت. الدايرة دي الفاضية اللي ليها عصاية فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني، بالانجليزي بيسموها مينيم. بالنسبة للكورتر نوت اللي هي بالامريكاني اللي هي العدة الواحدة ديت بيسموها الاخوان الانجليز كروتشت. التمن بتاع النوتة اللي هو اللي بنقسم النوتة الواحدة اللي هي كورتر نوت دي 2، دي بيسموها الانجليز كويفر. المدرج الموسيقي عندنا 5 خطوط و4 مسافات. المسافات الاربعة دي سهلة قوي، حروف كلمة بالانجليزي فيس، F-A-C-E، فيس وش. 5 خطوط ليهم جملة مشهورة، every good boy does fine، every E-G-B-D-F، every good boy does fine، سهل جدا، E-G-B-D-F. الوتر الخامس بالظبط زيه زي الوتر الرابع من ناحية التصبيع، هلعبه بالصباع الإبهام بتاعي بالنسبة للجيتار الكلاسيك، وعندي 2 و3. الوتر الخامس ده اسمه لا، عشان أرسم اللا ديت على المدرج الموسيقي، دي غليظة أغلظ من المدرج الموسيقي، فبتترسم النوتة كالآتي، شرطة فاضية والشرطة التانية عليها الدايرة بتاعتنا أو عليها النوتة بتاعتنا، دي بتبقى اللا بتاعتنا، دي اللا الغليظة، دي اللا الغليظة أغلظ لا في الجيتار عندي، لأن بعد كده خلاص هتنتهي بالوتر الأخير ده، خلاص مفيش أغلظ منه عندنا، فدي آخر لا عندنا في المدرج الموسيقي من تحت بتترسم. بعد اللا ديت سي، فانت لو رسمت النوتة اللي فوق على طول اللا ديت، يعني شرطة وتحتها الدايرة او شرطة تحتها النوتة على طول، دي هتبقى السي بتاعتنا، عشان نوصل لأشهر نوتة في تاريخ الموسيقى، دو، اللي هي مرسومة على الشرطة اللي تحت المدرج دي، بيسموها دو الوسطى او الدو بتاعت البيانو اللي في وسط البيانو بالظبط، احنا بنعزفها على الجيتار عندنا عالية خالص غليظة، لان بقية الجيتار عندنا حاد، الجيتار من الالات الحادة زيه زي الفلوت زيه زي الكمانجا، ما بيترسموش كتير على مدرج البيز، جيتار البيز بس هو اللي بيبقى اغلظ لانه بيبقى اكتاف تحت،
فاللي بيحصل طبعا ان بيكتبوا لجيتار البيز على مدرج الفا اللي هي الايد الشمال بتاعت الناس اللي بتعزف بيانو. احنا محظوظين ان احنا بنحفظ بس المدرج بتاع الايد اليمين، يعني الناس بتاعت البيانو بتحفظ مدرج تاني بالايد الشمال ومختلف عن الايد اليمين، يعني الاسامي النوة على المدرج مختلفة، فهو مضطر يحفظ الاثنين ويبقى عارف الايد الشمال بتعزف ايه وعارف الايد اليمين بتعزف ايه. حلها انت كده، يعني انا بصراحة متعاطف مع بتوع البيانو يعني. تمام كده، فدوت العزف على الوتر الخامس. طيب نشوف تمرين على الوتر الخامس. اول نوتة موجودة عندي في التمرين دوت لا بكروتشت او عدة واحدة، لان الزمن عندي 4 من 4، يعني كل مزورة هيبقى فيها 4 عدات. اول عدة معايا عبارة عن لا وتر فاضي، وبعدها كمان في 2 كويفرز او 2 من 8 النوتة 8th note، فدول الاثنين منهم بواحد، الاثنين منهم نصين دول بيبقى عدة واحدة، فهيبقى لا 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 سي 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 دو سي دو 2 دو 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 سي 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 لا سي لا. نعد مع بعض النوت دلوقتي، هيبقى A A A B B B C B C 2 C C C C B B B B A B A 2. طبعا اخوانا بتوع الجيتار الالكتريك والجيتار الاكوستيك اللي بيعزفوا بالريشة بتاعت الجيتار ما عندهمش مشكلة خالص، هيطلعوا على الوتر دوت بنفس الريشة ديت. هنعمل نفس التمرين A A A B B B C B C 2 C C C C B B B B A B A 2. ده كان الوتر الخامس من أوتار الجيتار، وأشوفكم الحلقة الجاية.